السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الميزان السياسي. نحاول فيها التوقف على الساحة السياسية السودانية لنستبصر ما هو المخرج الذي نأمل أن يكون قريبا. معنا في هذه الحلقة دكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة العدالة والتنمية. مرحبا بك وكل عام وأنت بألف خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل سنة وأنتم طيبين، ومرحبا بك ومرحب بجمهورك. دكتور، هنالك رأي شائع في الشارع السياسي السوداني أو في الشارع السوداني العادي بأن معظم العقديين من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تواجههم بعض المشاكل في الاعتراف بأخطاء التجربة. نتمنى أن يكون البيان بالعمل مغايرا. هل أنت مستعد لهذه الحلقة للفضفضة في الخاص والعام؟ مستعد أكيد. إذن الفقرة الأولى هي أقر وأعترف. أقر وأعترف. إذا أحدثت مراجعات لتجربتك السياسية وحتى لتجربتك الإنسانية في التطور والنمو الطبيعي الذي يحدث في مختلف التجارب الإنسانية، ما هي أبرز الأشياء التي تتوقف عندها وتشعر بأنها بحاجة إلى تحسين وإلى تجويد وإلى مراجعات مستمرة؟ طيب، أولا شكرا لك على هذا السؤال، مع أنني أنا بحاجة إلى سؤال مثل هذا، يعني حتى أبين بعض المسائل المتعلقة بموقفين. الأول، أنا في الدكتور محمد علي الجزولي موقفه من موضوع داعش وحركة الدولة الإسلامية في العراق والشام، داعش لم يكن بطريقة تزيل اللبس بما ألحق به تهمة الدعشن أو كده. أنا بتعامل مع أي فعل إنساني بغض النظر عن مصدر منطلق الأيديولوجي، يعني أنه أنا بعرض هذا الحراك الإنساني على ميزاني أنا، على مرجعيتي أنا الفكرية وقواعدي في تعريف الحق والباطل والصواب والخطأ، ومن ثم أؤيد أي إنسان وأي حركة وأي جماعة وأي تنظيم فيما أراه مصيبا فيه، وأخطئه فيما أراه خطأ. طيب، في معادلة عملتها أظن أنها كانت خاطئة، وهي أنني ركزت في الجوانب التي أرى إيجابية في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام كحركة مقاومة ضد الاحتلال، وظللت أمدح هذا الجانب دون تناول لما أراه خطأ في تجربتهم. في ذاك الوقت كان المبرر يعني من باب السياسة الشرعية أنهم الآن بيواجهوا في عدو، بيواجهوا في احتلال وكده، فالزول ما يكشف ظهرهم، يعني ما يتكلم عن أخطائهم، يعني وإنما يظل يتكلم عن ما يراه إيجابيا فيهم. أنا هنا بحاجة إلى أن أقول موضوع مهم جدا، أن قضايا الفكر ليست رهينة الشيطنة والضغوط النفسية. قضايا الفكر مرتبطة بمرجعية الإنسان الفكرية ومنطلقاته التي يأخذ منها وكده، ثم يدفع ضريبة هذه المواقف. يعني أنا في الفكر لا أقول ما يطلبه الجمهور، يعني وإنما أقول ما أدين الله تبارك وتعالى أنه هذا هو الصواب. تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عنده 3 سيوف، سيفان شرعيان أنا في تقديري، وسيف آثم غادر. طيب، السيف الشرعي الأول، السيف الذي كانوا يواجهون به الاحتلال الأمريكي، ومحمد علي الجزولي ما كان بس مؤيد التنظيم الدولة الإسلامية في العراق وهي بتقاوم في الاحتلال الأمريكي، كنت مؤيد الدولة الإسلامية في العراق والشام، كنت مؤيد كتائب ثورة 20 التي رعاها حارث الضاري، والتقيته في سوريا وجمع لي عدد من العلماء اللي هو كان رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق، جمعهم وألقيت عليهم كلمة، قلت لهم أنتم الآن في العراق تواجهون الصادات الثلاثة، الصهيونية والصفوية والصليبية، وامتدحت جهادهم ونضالهم في مواجهة الاحتلال. إذن حتى ثورة 20 تكلمت معهم وتواصلت معهم ودعمتهم في هذا المجال. الطريقة النقشبندية أيضا هي طريقة صوفية، لكن أيضا كانت طريقة حركية جهادية تقاوم الاحتلال الأمريكي. بل حتى حزب البعث العربي الاشتراكي الآن الذي هو كان سبب كبير جدا في اعتقالي 23 شهر بعد ما وصل للسلطة، ودي يمكن نجاة لاحقا، عندما استشهد الرئيس صدام حسين وعملوا حفل تأبين أو مخاطبة، أنا مشيت خاطبت في هذا الحفل ومناصرا لعزة الدين الدوري ولحزب البعث في مواجهة الاحتلال. طيب، السيف الثالث. طيب، إذا سيف داعش الذي تواجه به الاحتلال الأمريكي كان سيفا شرعيا، امتدحته. طيب،
سيف داعش الذي تواجه به التيار الصفوي الرافضي الذي كان يستهدف السنة في العراق، كان يقتل السنة على الهوية. يعني إذا أنت بيت اسمك عائشة يقتلك، إذا في نقاط التفتيش، إذا في واحد صور بكرة صديق يسجنه، وهكذا باعتباره بس بمجرد الاسم يصنفك سني ويقتلك أو يعتقلك يعني. طيب أيضا هذا كان سيف شرعي يعني. ولديها سيف ثالث آثم غادر، وهو السيف الذي زعمت به أنها خلافة، لأنه لما أنت تقول أنا خلافة معناته التاين ده كله واجب عليه يبايعوني، وإذا ما بايعوني هم بغاة. طيب يا دكتور احنا حنتابع سوشيال ميديا، معلش هي الفقرات شويه قصيره الزمن، حنتابع سوشيال ميديا ومن بعد ذلك نواصل في هذا المحور، محور داعش. في فتوى شرعيه الاسلام في حربه مع الكفار لا يعرف الفرق بين الجيوش النظاميه والمواطنين المدنيين. شوف الحديث زان فرحان فرح شديد، سعيد جدا بهذا الحديث، صدري واسع جدا في تلقي هذا الحديث. قال يا رسول الله نبيت المشركين فنغزوهم فنصيب من نسائهم وذراريهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهم منهم، إنهم منهم. ده حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، إذا عنده رأي، إذا عنده وجهة نظر. أيها المجاهدون في دولة العراق والشام، لا يصلين أحدكم التراويح إلا في بغداد. إن من قتلته الرافضة ومن قتله المرتدون له 72 حرية، ويشفع في 70 من أهله. لكن من تقتله أمريكا ويصطادوا الصليبيون له 144 حرية. دكتور تابعنا معا هذه المادة عبر سوشيال ميديا، البعض يتساءل، يعني أنت امتدحت داعش في أكثر من منبر صحفي، وتحديدا كنت بتركن إلى مثلا مسألة إقامة الحدود، أنها تقيم الحدود وتقطع يد السارق، يعني هذه الأشياء، دون النظر ل يعني عمومية الموقف. يعني مثلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب كان هنالك عام الرمادة، عام العسرة في عهد النبي، تسقط بعض الحدود. يعني لماذا دائما فكرة الإسلاميين الذين يوصفون بالتشدد يعني تحشر الدين في ثقب إبرة؟ طيب كويس جدا، أنا محتاج أعلق على المقطع ده، وجيد جدا استعراضه. هذا الفيديو أنا أدرت فيه حوار طويل جدا حتى مع الأمريكان، يعني اتعامل معي حوار في CNN، في فوكس نيوز، في واشنطن بوست، في نيويورك تايمز وكذا. فكنت بقول لهم كلام واضح جدا، زي ما أنا قاعد أقول المواقف الشرعية ما مواقف نفسية، هي مواقف جاية من استنباط فقهي لنصوص الكتاب والسنة. يعني الشيطنة والكلام الزي ده ما بيخلي زول يغير مواقف شرعية. يعني قضية أنه الأمريكان لما ناقشوا معي زي الموضوع ده، لكن أنا سؤالي بس يعني محدد وبسيط، ما عنده علاقة بالأمريكان، عنده علاقة بشيء بسيط. لا أوضح في الدين وفي الشريعة الإسلامية عندها علاقة بالظرف الاقتصادي والسياسي. لا دي موضوع تاني اللي أنت ذكرتيه، ده موضوع تاني غير موضوع المقطع. المقطع ده اللي يقول لك الدكتور الجزولي قال يضربوا الأطفال يضربوا الشوف، هذا كلام يعني مجتزأ مقتطع من سياقه العام. لما وانا قاعد اتكلم فيه مجتزأ وين يا دكتور؟ ده قلته في فيديو اخر. طيب يلا تعالى اشرح لك، هاي ما في مشكله. طيب مش كده قلته في فيديو اخر، قلته في حوارات مع الصحافه الامريكيه. قلت لهم الكلام اللي انا قلته ده في كل الحروب عند كل العسكريين يسمى بقانون الردع. يعني مثلا اذا انت عدو عندك دوله عدو، وهذه الدوله تضرب لك مستشفياتك تضرب لها مستشفياتك. طيب دكتور انا عندي سؤال، لو سمحت. اذاعتك وتلفزيونك حتضرب لها اذاعتك وتلفزيونك. طيب تضرب لك اطفالك حتضرب لها اطفالك. سؤال بعد اذنك، واعتدوا على سؤال يا دكتور، ما اعتدوا عليكم. انت ليه ما مشجهتها؟ انت ليه ما مشجهتها؟ يعني الجهاد الذي تدعو له من المنابر، ويعني احيانا تستثار عاطفتك وتبكي على المنبر، ويعني صلوا في بغداد واذهبوا الى بغداد، انت لماذا لم تذهب؟ نيجي لموضوع الحدود لانك انت خلطتي فيه، ونيجي ثاني للموضوع الثاني ده. قصة تطبيق الحدود وإقامة الحدود ده موضوع شرعي، ما في ويا كلام ده، كان عملته داعش حايدة. طيب أبطل في عام الرمادة ولا لم يبطل؟ الملك يا خلف عنك. طيب إذا عملته داعش حايدة، إذا عملته كتائب ثورة العشرين حايدة، إذا عملته حركة حرار الشام حايدة، ده موضوع للشيطنة الدولية ولا فكرة حقوق الإنسان ولا النيوليبرالية التي أغرقت العالم بأفكار الحريات، هذه لا تؤثر فيه كثيرا. أنا عملت لك مقايسة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. موضوع عمر بن الخطاب اللي عمله ده، عمر الخطاب ما ترك الحكم بما أنزل الله، وإنما حكم بما أنزل الله في آية ثانية، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، زي ما الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
وده حكم شرعي برضو. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا حكم فلا إثم عليه. فعمر هنا حكم بما أنزل الله، حكم بأنه إذا الزول مضطر وفي عمل رمادة وما قادر يأكل ما قادر يشرب مش سرك دي إحنا ما نطع له يده. إذن هنا عمر حكم بما أنزل الله، ولما يقطع عيلة للظرفية أتي ملك، ولما يقطع يد السارق المقتدر القادر أنه يأكل ويشرب ويشتغل ويمشي يسرق يقطع يده برضو حكم بما أنزل الله. فدخلت يعني ممكن نأخذ عام الرمادة لكي نبقي أعوامنا كلها رمادة. لكن نحن بنقايس بالظرف الاقتصادي الراهن هل هو عام رمادة أم لا؟ عندما فرحت جدا يا دكتور محمد علي الجزولي بأنه أقامت الحدود، لماذا لم تحزن لجهاد النكاح؟ لماذا لم تحزن للفتيات القاصرات المشوا من السودان هنا وأتوا إلى آباء بصحبة راكب؟ جهاد النكاح ده عندي في خطبة كاملة أنا في نقده، يعني ما تسميه أنت بجهاد النكاح. طيب فأي أي موضوع لوحده، يعني اللي ما سمع لي ده ما يقول لي أنت ما تكلمت يعني. أنت لكن يا دكتور لما يستضيفوك وتتكلم عن يعني محاسن داعش. أنت إذا أنت أنا ما حضرت تقريبا. أنت الآن قلت لي، قلت لي شنو اللي أنت شايفه خطأ مش؟ طيب أنا قلت لك تعظيم المدح في الجوانب الإيجابية وتقديم النقد بصوت خفيض لحسابات أنه هم بيواجهوا احتلال وكذا، أنت ما عايز تكشف ظهرهم وتثير عليهم الناس، كان خطأ بطريقة أن حقه بنفس القدر اللي أنت عملت مدح الجوانب الإيجابية كان تنقد الجوانب السلبية بصوت عالي. صحيح، فهمت علي؟ عشان كده جاوبتك أنا سؤالك ده في فقرتك بتاعت أعترف وأقر به، ما كل القصيدة أجاوبك على سؤالك ده، بقول لك أنه المشكلة شنو؟ طيب في جوانب إيجابية كان مدحلها عالي، في جوانب سلبية كان مدحلها بصوت منخفض، كان زميلها بصوت منخفض، الصوت المنخفض ده كان لتقديرات سياسية عندي أنا. المشاكل الرئيسية في الشارع السوداني مع الإسلام السياسي إنه بيلوي ذراع الدين حسب مزاجه، حسب ما يروق له، يعني يرفع راية الدين في الأشياء الذي يخدمه ويخفي راية الدين في الأشياء التي لا تخدم مصلحته، يعني دهت كعرض نساء مسلمات قاصرات، أنا أخليه وأقعد أتكلم عن قطع اليد للسرقة؟ طيب انتهيتي؟ انت جاي مشحونه بازله كده، لا بد تقوليها، ما عندها علاقه بقطع الدين. هذه دائما الطريقه القرانيه، الطريقه القرانيه لما يجي ينقد المسلم والمسلم يكون في مواجهه عدو في تحدي حضاري بينقده بصوت خفيض. مثال لذلك لما بعض الصحابه قتلوا الناس في الشهر الحرام، قاموا المشركين يستغربوا للقصه دي شديد ودارين يدينوا بها الاسلام، يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ الله قال لهم قل قتال فيه كبير، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام أكبر عند الله، يعني الله عمل بالانس يعني. وهو البالانس يعني ده برضو يعني تلقاه قل أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، في ذات الندوة أنا ممكن أجي أكون فير وأتحدث عن جميع النقاط. أتملك جملتي، الله يرضى عليك، أتملك جملتي. هنا ما قام القرآن انتقد بس الصحابة في أنهم قاتلوا في الشهر الحرام وسكت على كده، انتقدهم على خفيف وعلى ماشي، وقام قال لهم لكن أنتم ككفار، أنتم كونكم تكفروا بالله وتخرجوا الناس من المسجد الحرام وتصدوا عن سبيل الله، جريمتكم دي أكبر من جريمة يا دكتور ذاك الحديث حديث الله سبحانه وتعالى. معلش معلش معلش، ما الله تبارك وتعالى عشان نحن نعمل بأوامره دي نعمل بطريقته دي، والله بأوامره ما أكثر من انتهاك أعراض المسلمين. معلش، المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. صح، المهم ده التقدير، يعني اذا التقدير ده برضه كان عنده منطق فقهي لكن قد يكون خطا. طيب يا دكتور انا لو سمحت لي، والله العظيم انا ما ضدك، يعني الفكره كلها انه نحن شنو في البرنامج ده في الموسم الثاني بنحاول التفكير بصوت مسموع، وبعتقد انه الحاجات دي كلها حتقعد للتاريخ، يعني بتجي اجيال ثانيه حتسمعنا وحيجوا اخرين انظروا للدين من هذا المنظار. هل بتعتقد انه يمكن ان يقبل غير مسلم على الإسلام في ظل هذه الحالة الظرفية اللي بيشوف فيها بنات مسلمات مراهقات بيمشوا وبيجوا لآبائهم بأطفال تبعينه ده جهاد؟ دي فكرة الجهاد، دي اجتهادات فقهية ما بنفس طريقتي دي، يعني ممكن حسن لو فتحنا باب زي ده ده اجتهاد فقهي، قصة الجواري وقصة كده ده اجتهاد فقهي، عشان ما نرمي حياة كثيرة وتكون عندها تفاصيل تانية، لا موضوع الشيطنة ولا موضوع الضغط الإعلامي بيخلي الزول يقول كلام هو يرى أنه التوقيع عن الله في هذه المسألة بهذه الطريقة خطأ يعني. طيب في برضو أنت الآن في قطعة الجواري اللي أنت فتحتيها دي، أنا أي زول أنا أتحدى عبر برنامجك ده زول يجيب لي واحد من تلاميذي أنا أو تلميذاتي أنا مش التحق بداعش، ده رقم في أكذوبة كبيرة قاعد تتقال، في أكذوبة كبيرة أنه أنا مشيت جامعة مامون حميد وعملت ما عارف أخذ محاضرة هناك وحررت الناس وكده. أنا مامون حميد دخلتها مرة واحدة مرتين عملتها فيها محاضرتين، محاضرتي كان اسمها الحب الحقيقي عن حب الله عز وجل، لا كانت عن التصوف
هتصبري دي لا فيها يعني انا مشيت لناس بتاعين خلط مش بتاعين خلط وكده فقلت اكلمها عن حب اعلى من حبهم ده يعني ان يربطوا حبهم ده بحب الله وما تكون فيه معاصي ما تكون فيه محظورات وكده ده كان موضوعي طيب جابوا لي مجموعه من البنات والاولاد وكده وناقشت معهم قصه الحب وانه في حب اعظم وحب الله وكده طيب ده الموضوع الاول أيوة. الموضوع الثاني دخلت حسه قبل اسبوعين اتكلمت مع فولكر انا كان في ناس بيجوني بقول لهم حرام تمشوا وفعلا حرام طيب بقول لهم حرام تمشوا بقول لهم لو مشيتوا هناك حيحرضوكم تكتلوا المسلمين ولما جيت حيحرضوكم تكتلوا الاخرين لانه ذي البغاة كنت قاعد اقول كده انا يعني ملكين يا دكتور ده ما ظهر في المنبر يا دكتور يعني دارك انت تجري مثلا يعني مراجعه شجاعه كلامك ممتاز داري يجي في ليه ما ظهر في المنبر دي وانتبه لي القصه دي كويس طيب داعش اعلنت خلافته يوم 1 رمضان تقريبا 1900 يوم 1 رمضان طيب يوم 17 رمضان طلعت المنبر خطبت خطبه تكلمت عن مفهوم الخلافة وضوابطها وتكلمت عن أنه فكرة الخلافة الإسلامية دي على 6 اعتراضات قلت في 5 اعتراضات باطلة زي الناس بيقول لك ما في نظام إسلامي أصلا والإسلام ما جاي يعمل نظام سياسي ناقشت دي قلت لكن هنالك اعتراض سادس صحيح وأتبناه وهو أنه داعش أقامت خلافته على إمرة المتغلب وإمرة المتعلب باطلة وهذا ما سأبينه بالتفصيل في خطبة الجمعة القادمة معي؟ طيب خطبة الجمعة القادمة دي أنا يوم الأربعاء جاني جهاز الامن في البيت قال لي يا اخي ما تخطب خطبه الجمعه القادمه دي دكتور ما خلينا اعطيك كلمتي انت ليه ما قلت انت قلت لي ليه ما قلتها لما انت دكتور في نفس المنبر في نفس المنبر يمكن كان ربنا يقبض روحك بعد الشر عليك كان ربنا ممكن يقبض روحك يعني انا حاقول الان يا جماعه حاجه واجل الاسبوع الجاي يا دكتور كده بيحكم الزمن بتاع الخطبه وانت لما تناقش الخمسه دي كنت افنده ممكن تمت 40 دقيقه يمكن تمت 30 دقيقه وكحجر الناس لحد صلاه العصر يعني في المنبر ده في خطبه اي زول يمشي راجع خطبتي دي يوم 17 رمضان ده هيلقى في الدقيقه ثلاثه منها انا قلت انه خلافه داعش دي باطله وسابينها في خطبه الجمعه القادمه يقوم جهاز الامن انا يوم 17 قلت خطبتي دي جهاز الامن يجيني يوم 22 بعد 5 يوم قبل ما تتم الجمعه تادي قول لي الخطبه الجايه دي ما تخطب ليه ما اخطب الخطبه الجايه قال لي لا والله ده توجيه انا عبد المامور وانت الخطبه الجايه ما تخطب وبعدها ياخذني يخطب يعتقلني 8 شهور طيب يا دكتور مالك كلام يا اخي يعتقلني 8 شهور ويشكل الناس بدايه شيطنوي ازود داعش و8 شهور ما عندي حق الدفاع عن نفسي طيب يا دكتور ما الروايه دي معروفه انا لا علاقه لي بجهاز الامن احنا الان بنجري مراجعات وجراحات ما هي الروايه اللي انت قلتها دي يا دكتور تفضلت بها في كل اللقاءات واصبحت محفوظات يعني محفوظات في الشارع السوداني حنمشي بس فاصل ونرجع ثاني ان شاء الله ابقوا معنا المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم من جديد لازلنا في الميزان السياسي الذي نحاول فيه الوقوف على التجارب السياسية والفكرية السودانية نذكر بضيفنا من جديد دكتور محمد علي الجزولي طيب خلاص ندعوك للانضمام للحزب أنا شخص محايد على ذات المسافة من الجميع لكن شكرا على الدعوة الكريمة لا أؤمن بشخصي محايد لا أجد شخصي محايد الحياد ذات موقف ايديولوجي انا في الموقف الايديولوجي بتاع الحياد دكتور كان هنالك سؤال في قبل الفاصل الاخير اللي هو لماذا لم يذهب دكتور محمد علي الجزولي للجهاد لا يلزم طبعا لماذا لا يلزم طيب محمد علي الجزولي عنده فكره كتبها سنه 1995 الفكره دي عندها اقامه وحده الامه اولى من اي نشاط ثاني فكرة كاتبة في كتاب من زمانك من 1925 يعني بذل الجهود في الدعوة لتوحيد الأمة ومحاربة أربعة تاءات بسميها تاء التكفير وتاء التغلب وتاء التعصب وتاء التجرد بنشر أربعة تاءات أخرى تاء التأويل والإعذار به وتاء التسليم للنصوص والتجرد للحق وتاء التثبت وحسن الظن بالمسلمين وتاء التشاور وبسط الشورى الأمة ده مش فروع عند دكتور الجزولي ده أولوية من اي نشاط اخر لذلك اي زول بيرتب اولوياته يعني فهمت علي؟ ده ما بيعني انه انا ما بؤمن بالاجتهادات الثانيه لو في زول شايف مثلا الاولى يخرج في سبيل الله دي برضه بتكون افكار ثاقبه بالنسبه للمشاهدين وللشباب الذين لديهم اشواق فكره الجهاد واقامه الدوله الاسلاميه والى اخره يعني يروا كيفيه انه المفكرين الاسلاميين يعني واقعيين اكثر من الاحلام الرومانسيه الترتيب النبوي نفسه قال شنو؟ قال أنا أمركم بخمس الله أمرني بهن أمركم بالسمع والطاعة والهجرة أمركم بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد فأنا قاعد أقول لهم إقامة الجماعة دي أولى من الانخراط في الهجرة والجهاد يعني طيب ولما أقول إقامة الجماعة عندي تصور لموضوع الجماعة ده مش جماعة حزبية جماعة ضيقة حقت ناس يعني بصراحة شديدة هل كانت هناك بينك وبين أيمن الظواهري؟ لا لا
لم تكن هنالك اي مراسلات. انا بكتب بس بعد كده اللي يقرا ويقرا يعني ما عندي تواصل مع اي جهه، لكن انا بكتب بعد كده ممكن ده يقرا وده يقرا ممكن ذاك يرد علي. لم تتلقى اي ردود فعل حول مواقفك الداعمه حول مثلا صلاه الجنازه لاسامه بن لادن، صلاه الغائب كذا، يعني لم تتلقى اي اشارات ترحيبيه وايجابيه وتاييديه؟ ممكن كمقالات ناس يكتبوها لكن ما كرسائل خاصه يعني. طيب يا دكتور، في برضو سوشيال ميديا تاني نستأذنك انك تحضرها بعد اذنك. مؤيدنا في الحفاظ على هوية السودان الإسلامية وعلى وحدة السودان وعلى سيادة السودان وعلى مرحلة انتقالية مستقلة وعلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة. الخمسة مستمسكات دي هو حليفنا، كان بقى عسكري ولا كان بقى مدني. دكتور بالنسبة لي الكليب ده كان كليب صادم، بالنسبة للدين إنما يتقبل من المتقين، وبالنسبة لفلسفتك اللي حاولت أن أطلع عليها قبل هذه الحلقة أنت ضد إمارة المتغلب، فكيف تفتحون أحضانكم واسعة جدا لكل شخص يخدم أغراضكم سواء كان مدنيا بطريقة سلمية أو كان عسكريا عبر فوهة البندقية؟ يا سلام، سؤال ذكي جدا. طيب أنا ما بتكلم عموما، ما بتكلم عن أنه إحنا عندنا 5 أهداف ممكن نحققها سواء كان سلما أو حربا، ما بتكلم عموما، بتكلم عن المرحلة الانتقالية، بتكلم عن المرحلة الانتقالية دي ما كخطاب عام. أنا برا ليست هنالك طريقة شرعية لوصول السلطة وتنفيذ المشروع الإسلامي إلا عبر شين الشورى لا شين الشوكة. ده موضوع واضح عندي، وبقول أنه الخلافة الإسلامية القائمة على الشورى دي سقطت سنة 41 هجرية وليس 1923، لا أسمي الأموية والعباسية ولا العثمانية خلافة، وإنما هذه عبارة عن ممالك وملك جبري. طيب ده موضوع واضح وكتبته من عام 1995. أنا لما يتكلم عن أنه نحن عندنا 5 أهداف الحفاظ هوية البلد وكذا، مين من الخمسة ديل عشان ما أكررهم ليكي، وديل نحن مستعدين نتحالف فيهم مع أي زول سواء كان مدني أو عسكري، أنا بعني في المرحلة الانتقالية دي. ما هي قاعد نتكلم عن ما تبقى من المرحلة التغلية دي ودار كيف؟ قلنا إن 5 ثوابت في دي، الحفاظ على هوية البلد، على سيادة البلد، على وحدة البلد. ما هو معلوم، لكن بتكلم طيب عن الآلية. طيب ما عندناش يعني مشكلة، ما أصلاً إحنا متفقين كلنا كقوة سياسية إنه العسكري جزء من المرحلة الانتقالية. كلنا متفقين، حتى الناس قاعدة تحاور مع العسكري يعني. طيب يا دكتور، ما أتم لك بس دي، فكون أنا أقول العسكري ذاته في المرحلة الانتقالية دي لو ما أيدني في الخمسة دي إنه حيقيم انتخابات حرة ونزيهة وكذا، أنا بتحالف معه ما في مشكلة يعني. فهمت علي؟ يعني نرى أن الجيش شريك في السلطة، شريك في الثورة، لأنه لولا انحياز الجيش ما كانت الثورة دي نجحت. لولا انحياز الجيش أنت ما ممكن صاحب شوكة تزيله إلا إذا انحاز لك صاحب شوكة. لأن المظاهرات دي لو مرت الشوارع لو 10 مليون نفر نزلوا في الشوارع ولم يقرر صاحب الشوكة أن ينحاز لل 10 مليون ديل عشان يزيل صاحب شوكة ثاني، ما حيحصل. الكلام ده بالنسبة لي مفهوم. سوريا قدامنا الآن مظاهرات فيها أكثر من 13 سنة أو 12 سنة ما قدروا يزيلوا نظامهم يعني. طيب قد يباغتك أحد بسؤال آخر مفاجئ. نعم. قد يباغتك أحد بسؤال مغاير اللي هو أنه أنا اطلعت برضو على حوار لحضرتك بتقول أنه الانقلابات العسكرية حرام شرعا. حرام شرعا. ما حدث في 25 من أكتوبر ليس انقلابا. من يات وجهة. طيب يعني سقط مثلا 100 قتيل من المتظاهرين الذين يريدون إقامة الشراكة كما كانت هي، الوثيقة الدستورية كما كانت هي، 100 شاب سقطت دماؤهم، فكيف لا يكون انقلاب؟ طيب سؤالك ده مهم جدا ودائر أجاوب لك بسؤالين مفتاحيين للناس المتابعيننا. عندما ذهب السودانيون عام 1985 إلى الجيش وطالبوها أن ينحاز لهم في 6 أبريل نفسها يعني عام 1995، وانحاز لهم سوار الذهب وأزال لهم عمر، أزال لهم نميري، وقام انتخابات بعد سنة، هل كان هذا انقلاب؟ نحن نتحدث عن سؤال جاوب لي سؤالي. ما أنا داري جاوبك لكن يا دكتور. طيب ممكن تديني مهل عشان أجاوبك؟ من الأول سوار الذهب ما وقع وثيقة دستورية مع قوة حرية وتغيير أو أي قوة في ذلك الوقت. ما صدق بتاع برهان اللي عمله. خلاص يا دكتور، ما خلاص أنت وقعت وثيقة والعقد شريعة المتعاقدين. أتم لك كلامي معلش. طيب كان قدامهم طريقين، الشرعية الثورية لديل أو العسكرية لديل. طيب عشان ما عشان أقدر أوصل سأتي بسرعة أسأل وأجاوب أنا ذاتي. لم يكن انقلابا يوم 6 أبريل 1985. طيب ايضا الناس لما ذهبوا للجيش في ثوره يوم 11/4 والجيش انحاز ليهم وعزل البشير لم يكن انقلابا. حد هنا كويسين. طيب انا لما امشي للجيش تجربتنا السودانيه الخالصه الذهبيه السواريه الذهبيه وان الجيش بينحاز للثوره بيقيم حكومه كفاءات وطنيه مستقله غير حزبيه، بعدها بيعمل انتخابات يرد السلطان للشعب عشان الشعب يختار شنو؟ يختار حكامه. الخطيئه والجريمه الكبرى التي وقعت فيها قوات الشعب المسلحة
هي أنها وقعت وثيقة ثنائية بينه وبين قوة سياسية يوم 17 أغسطس، ولذلك يوم 25 أكتوبر كان توبة من القوات المسلحة من هذه الخطيئة. الانقلاب هو يوم 17 أغسطس، يتم لك كلام، الانقلاب هو يوم 17 أغسطس كان. الجيش رجع عن هذا الانقلاب ودار يعمل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وبعد كده الأحزاب تنتخب. دي الرؤية. أي زول بيقول 25 أكتوبر انقلاب كأنه كانت الحكومة بتاعت اللقاح دي حكومة منتخبة، ما منتخبة. دي حكومة جاءت حكومة أخذت مشروعيتها من الجيش من المرسوم الدستوري. أخذت مشروعيتها بالوثيقة الدستورية. لا ما الوثيقة الدستورية هي موجودة وعندها في نفس الوقت ضامنين وعندها كيانات شاهدة عليها. الوثيقة الدستورية أخذت مشروعيتها من مين؟ من ثورة ما ديسمبر. من الثورة أخذت مشروعيتها من المرسوم الدستوري 38 الصادر من رئيس المجلس العسكري. دي مشروعيتها رئيس المجلس العسكري نفسه في هذا المكان وفقا لثورة ديسمبر. ما وفقا لثورة ديسمبر الجميع موجود طيب الآن هو ما قرر ديسمبر. لو هو ما قرر ينحاز يا دكتور احنا ما يا دكتور دقيقة بس لو سمحت لي يعني احنا ما دارين نبقى المدرسة الأريتية ديك بتاعة أبو حنيفة رئيس الأريتية ما أريتية ما هو الحاصل الآتي يا دكتور الحاصل انه الناس ذي موقعين على وثيقة دستورية بعدين خليك من الكلام ده كله يعني انت رجل منتمي لفكر إسلامي بتقول الخطيئة الكبرى اللي ارتكبوها الوثيقة الدستورية أو انهم رضوا بأنه يكون في قوة تانية موجودة ليه ما قلت الخطيئة الكبرى فض اعتصام القيادة العامة وإزهاق الأرواح قلت انت إذا ما قرأت بياني. ما انا بسالك الان يا دكتور انا بتكلم عن كلامك الموجود حاليا اذا انت حاورتني متابعاني كيف ما قلت 900 مره انا اول حزب طلع بيان فقط عن كلامك الحالي قلت انه خطيئتهم اللي ارتكبوها انه جابوا الجماعه دي من خطايا ما معناته بس دي خطيئتهم يعني عندهم 900 خطيئه ثانيه ما دي بس براها يعني انت لما كنت سالتني عن فضل الاعتصام وموقفي منه يعني عشان اجاوب لك ايش موقفي من فضل الاعتصام انت بتسالني عن انه 25 اكتوبر انقلاب ولا ما انقلاب انا داير النادي ورني عارفني الانقلاب شنو إذا 25 أكتوبر انقلاب 11 أبريل انقلاب 17 أغسطس انقلاب الجيش يعمل زي ما عمل سوار الدهب يعمل حكومة كفاءات وطنية مستقلة بعد انتخابات أي حزب يطالب الجيش بتسليم السلطة هو ده الحزب الانقلابي الجيش وقع طيب الجيش وقع ولا ما وقع يا دكتور ما احنا عشان نصل ما ده كان خطأ يعني شنو يعني ما هو خلاص يعني هو بيكون بمزاجك يا دكتور بمزاجك توقع او مش في عامين كل عامين اذا انت اصلا فعل الجيش عندك ده بياخذ لانه فعلوا الجيش اسمه مشروعيه برضه اللي عملوا 25 ده برضه فعلوا الجيش يعني فهمت علي طيب انا اتحدث عن 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 كيانين يعني بيناتهم ميثاق غليظ ما في مشكله ميثاق انا حاسس ممكن تكون بيني وبينك في بيعه والبعض نعتقد انه فيها فساد نبطل البيع ما في مشكله يعني كل صلح ما بيع يا دكتور ده وطن وصول لفتره انتقاليه محدده وطن بطريقه خاطئه يا استاذ دكتوره يا دكتوره وطن يتعمل بطريقه خاطئه انا داري اسالك سؤال الاحزاب السياسيه دي عندها طريق للوصول للسلطه غير الانتخابات جاوبي لي سؤالي ده يا دكتور ما هي دي فتره انتقاليه بعد اصبر فتره انتقاليه دي ادارتها تمت عبر وثيقه دستوريه الوثيقه الدستوريه دي سموها انتقاليه اذا كان محمد علي الجزولي لم يظلم بصراحه شديده اذا كان محمد علي الجزولي لم يظلم ظلم ذاتي وشخصي ويدخل الى السجون هل كان بيكون ده موقفك ما صار موقفك هل انت يعني في 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 غبن محركك اكثر من اي شيء اخر غبن ذاتي الوثيقه الدستوريه توقعت يوم كم يوم كم 17 أغسطس 2019 أنا اعتقلت يوم كم؟ 14/7/2020 بيناتهم كم؟ سنة وشهر أنا السنة وشهر دي معارض في الوثيقة الدستورية ما عندي إرادة باعتقالي دي سنة كاملة أنا معارض في الوثيقة الدستورية بدعو لإسقاطها عديل أنا بدعو لإسقاط الوثيقة الدستورية دي من سنة وحاجة سنة وشهر فما عنده علاقه باعتقالكم اعتقالكم طيب يا دكتور انت في فتره من الفترات يعني كنت بتصعد المنابر وكنت بتتحدث عن انه يعني حكم الانقاذ ده حكم فيه استبداد وحكم فيه ظلم وانت ادعيت لانه والله يا جماعه تبقى كل الحاجات اللي بتحدثوا عنها الان العصيان المدني وكذا انت ادعيت لها من المنابر فانت دكتور محمد علي الجزولي داير شنو؟ انت قال اني انا محمد هنا اسمه ندى بتاع 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 الحركة الشعبية ده محمد جلال هاشم القانا نفرتقة طوبة لو ما بقت علمانية طيب براحة محمد علي الجزولي داير شنو مش طيب قام الثورة على عمر البشير محمد علي الجزولي شارك فيها مشكلة محمد علي البشير مع البشير ما أنه طبق الشريعة الإسلامية ولا أنه المناهج التعليمية ولا مشكلة القراي مع البشير ولا مشكلة نصر الدين عبد الباري مع البشير مشكلته عايز نظام يقوم على انتخاب حر ونزيه انتخابات ما تزور للشعب البشير يحكمنا بشعبه لا بجيشه طيب خازي كان فترة انتقالية سنتين أتملك كلامي ده تصور الأول
التصور الثاني أن المرحلة الانتقالية دي تكون فيها حكومة كفاءات وطنية مستقلة ما في أحزاب تحكم في هذه المرحلة الانتقالية. إذا الاثنين دول ما تحققوا سيظل محمد علي الجزوري يعارض هذا باختصار. رؤيته واضحة جدا. أنا رؤيته واضحة. حس خليهم يعلنوا. هو يا دكتور ده أقول لك حاجة. حس خليهم يعلنوا. في أي دولة ديمقراطية بناخذ بآراء المجاميع ولا برأي؟ يا دكتورة يا دكتورة يا دكتورة خليهم حس يعلنوا حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية. نحن سندعم هذه الحكومة ونقيف معاها لما تقوم انتخابات. احنا ما قصتنا معارضة معارضة معارضة. احنا قصتنا أي شكل نرى أنه الشكل ده ما عنده مشروعية الشكل ده احنا ما بنقبله. وهم ذاتهم كان بيقولوا كده. هو يا دكتور يا دكتور توقيع اتفاق سلام جوبا مشروعية، التوقيع على الوثيقة الدستورية مشروعية، يعني دي إدارة دولة كاملة تم عليها هذا الميثاق، فلماذا يتم الانقضاض من بعض الأشخاص؟ يعني بصراحة شديدة يعني تفضلت بأنه والله كانت في مظالم في عهد الإنقاذ، ويعني ناديت بأنه الناس حقه تثور عليها وده كله حصل، لكن في نفس الوقت بلقى أنه يعني في حاجة كده الحمية بتاعت الجماعة الإسلامية دي بترجع لكل الأشخاص. نحن عرضنا الإنقاذ، جونا ناس يعني خلونا نتمنى ترجع الإنقاذ، جونا ناس من أي شيء بالأرقام. أنا بديك بالأرقام، كان داير اقتصاد الآن بديك بالأرقام، كان دايرة في الأمن بديك بالأرقام، كان دايرة في العدالة بديك بالأرقام. يا اخي عثمان مرغني، عثمان مرغني بيحكي للاستاذ عثمان مرغني بيقول انه جهاز الابد من المخابرات بتاعت البشير اللي هو كان جسم مرعب ومهيب للناس وكده بيمشي يفتح بلاغ في عثمان مرغني بيوديه النيابه، وكيل النيابه ما بيجدد عثمان مرغني 15 يوم الا عن طريق القاضي، القاضي ما بيجدد الا يقول يجيب لي عثمان مرغني جنبي. يا دكتور محمد علي قدمت اسوء تجربه. يا دكتور قدمت اسوء تجربه. انا محمد علي الجزولي القاضي بتاع قحط ده مجدد لي 46 مره من غير ما امثل امامه. طيب يا دكتور 46 لا احنا ما المرارات الشخصيه جاي لها ما جاي لها. طيب يا دكتور دلك ما قتلوا 8 طيب يا دكتور طيب دلك ما قتلوا 28 ضابط والليله الوقفه وبكره العيد، ما هم دي كلها نماذجنا نحن السياسيه في السودان كلها بهذا السوء والقتامه. ده موضوع برضه موضوع برضه بتكلم في موضوع العداله ده، بس لاني بيجيني انا موضوع العداله ده. قحطي قدمت اسوء نموذج في تسييس العداله، ما تكلمنا هسه عن تسييس العداله واطلاق سراح المعتقلين والتسييس، هي سيست العداله. يعني انت ما داري تلغوا سراح المعتقلين؟ لا 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 مش كده، انا رفعت شعار العداله للجميع، ولما خالد سلك طلع من القاضي ابي جديد انا ضربت لها النيتو الان الاسوره على الشاشه. قلت لها خالد سلك قلت لها خالد باشمهندس خالد قلت لها خالد سلك القاضي ابي جديد لك 90 يوم ده انا جدد لي 23 شهر يا خالد سلك. يكونوا العساكر ارحم بين احنا من المدنيين. ماذا قال لك العساكر؟ قال لي والله انا ضد تسييس العداله، وانا والله في موضوع عقد مشيت تكلمت مع الحين تايسير الحبر وقلت له تايسير الحبر دكتور الجزوري ده ما عنده علاقه بالمطارده الا انت اعتقلته ثاني، وين كان يعني هلشان مطارده يعتقله يعني برضه كلام باطل يعني. قال تايسير الحبر ده خالد سيرك لو انا كذابي شفت فيني بلاغه ثاني. قال خالد سيرك قال لي تايسير الحبر قال لي نحن ضبطنا سلاح معاهم في البلاغ بتاعنا ده. تايسير الحبر كذب، انا عندي ورقه رسميه فوق مكتوب مكتب النائب العام تحت تم ضبط اسلحه. لما مشينا المحكمه عشان وتجيب المعروضات تجيب الاسلحه بتاعتك جاب لنا لافتات بتاعت قماش مكتوب لافتات بتاعت خشب مكتوب فيها تسقط حكومه حمدوك وده السلاح بتاعنا. دي كارثه كارثه عملتها قحط. نائب عام يكذب في ورق رسمي في ورق رسمي ممكن يكون بلاغ قيدي. انا عموما انا على العموم يا دكتور ما هو دي حاجه انا لست قانونيه في هذا الامر. يا سيده يا دكتور عليك الله ما نتخمس ساكت. في ماده في قانون الاجراءات الجنائيه بتحكم المعروضات عشان اقول ده معروض. اولا بجيب الزول المتهم ده بقول له دي معروضاتك اوكي يفحصها، بجيب اثنين شهود من الجيران يشوفوا المعروضات. هذا معلوم يا دكتور معلوم. لهم انه كده معروضات معلوم. ويقول انه قبض عندي معروضات بتاعت سلاح قبض احنا في البلاغ بتاع 59 84 معروض بتاعت سلاح. لما نجي قدام المحكمه هيئه الدفاع تقول لهم انتم ما قلتوا في سلاح، وين سلاح هيئه الدفاع؟ وين سلاحكم ما جبتوا؟ النائب وكيل النيابه نط قال ما قلنا سلاح، طلعنا للخطاب ما قلتوا سلاح؟ طيب يا دكتور طيب يا دكتور يعني انت اتهمت وجدي صالح بصوره مباشره انه هو من يعني اعاق العداله في قضيتك، وحنطلع على هذا الامر فقط عقب هذا الفاصل القصير. ابقوا معنا.
المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. لازلنا متواصلين في هذه الحلقة التي أعتقد أنها ساخنة، مش كده يا دكتور؟ بعض الشيء. طيب، تفضلت في قبل الفاصل الأخير أنه العسكريين أرحم بكم من قحط وأنهم كانوا أكثر عدالة. ما أرحم بينا، بس أرحم بينا وبيهم ذاتهم. طيب يا دكتور، يعني أطلقوا صراحهم. ما خلاص ده مفهوم، وجيب له عدم تجديد القاضي اليوم. أنا حالتقط القفاز عشان أسأل، أنه البعض يتحدث أنه أصلا 25 أكتوبر كانت بتهيئة مسرح إسلامي من الإسلاميين، تم تهيئة المسرح لل 25 من أكتوبر، وبعد ده حتى ظهر التحالف الإسلامي العريض، وبعد ده أطلق سراحك وسراح دكتور غندور والعديد من الأسماء الإسلامية. نحن أول حي إطلاق سراحنا ده ما عنده أي علاقة ب 25 أكتوبر ولا أي شيء. طيب، نحن تم إطلاق سراحنا يوم 7/8/2021. طيب 2021، أيوة نعم، تم إطلاق سراحنا، يعني طلع قرار عديل بإطلاق سراحنا وأي شيء. إطلاق سراح الفعلي. أيوة، تم إطلاق سراحنا، تم مرتين في زمن حكم قحط، مرتين تم إطلاق سراحنا يعني. طيب، والمرتين كان بيحصل فيهم تدخل وبيتم إعادتنا تاني. طيب، تاني تم إطلاق سراحنا يوم 30 أكتوبر بعد ال 25 أكتوبر بخمسة يوم، وتاني عادنا برهان ولا عادنا؟ ما عادتنا قحط، قحط ما كان موجودة، عادنا برهان. قعدنا تاني زي 6 شهور ولا 7 شهور، بعد كده حتى مشينا محكمة. المحكمة هي التي أطلقت سراحنا. نحن تم أصلا إطلاق سراحنا بقرار من وكيل نيابة أول في الجرائم الموجهة ضد الدولة، طلع قرار عديل بإطلاق سراحنا بالضمانة. طيب، ما وكيل النيابة ده قاعد منذ بال 25 أكتوبر. العام برضو طلع قرار بإطلاق سراحنا بالعام التالي اللي مبارك، مش التيسير عبر، برضو تم إطلاق سراحنا. ده كله ما عنده علاقة ب 25 أكتوبر ولا بقرار. طيب، كيف كان العسكر رحمون بكم كما قلت؟ طيب، أولا العسكر الآن في تعامل مع إلى الآن، يعني فيما يبدو لنا، يعني في تعامل مع النيابة كجهاز والقضاء كجهاز ما قاعد يتدخلوا في عملهم، إلا أننا نعيب على البرهان تدخله يوم أطلقنا النائب العام وقام رجعنا، وده اللي صالح نصغح، مش نصغح، ما دايرين يرجعونا وكده. طيب، القضاء لما جه يطلع لنا العساكر ما تدخلوا، لما القضاء داري يطلع ناس ويدي صالح وكده من ما يجدد لهم تاني العساكر ما تدخلوا. الكلام ده ما كان قاعد يتم زمان قحط. وفي ناس بتحدثوا انه حتى ادخالهم عن طريق العسكريين. ما هو ادخالهم بجرائم جنائيه. طيب، لماذا خرجوا؟ بجرائم جنائيه. لماذا خرجوا؟ الكلام ضمانة، عملوا ضمانه وطلعوا البلاغات مش ضمانه. ما هو في القانون، في القانون الاستاذ نبيل اديب تحدث انه حتى في الضمانه، يعني هذه التهم لا تجوز فيها الضمانه. إذا كان يمكن فيها الحكم على المتهم بعشرة أعوام لا تجوز فيها الضمانة، فكل الأشياء متناقضة. ما صحيح الكلام. لكن خلينا نقفز لموضوع أستاذ وجدي صالح عشان نكمل الزمن، كيف هو اللي استهدفك بصورة شخصية ومن أين حصلت على المعلومة؟ هو الغريبة وجدي صالح دي، أنا هو كنا في المعتقل مع بعض، وجدي صالح كنا في موقف شندي وكذا، والمجالس أسرار، يعني يمكن أن أحكي أشياء عن وجدي صالح ما يعمل أنه مناضل، يعني احنا عارفين كيف حاله كان جوا المعتقل، كيف انه كان متاثر، كيف انه كان بيستجدي في الامن عشان يطلعه كده، يعني لما كان معتقل. طيب، دي واحده، حتى انه طلع شهر 2، يعني وجدي صالح ديا، انا محمد علي الجزوري ده طلعت يوم 11/4، وجدي صالح صلاح قوش طلعوا والمظاهرات شغاله في الشوارع، طلعوا شهر 2 والمظاهرات لسه شغاله وجدي صالح. طيب، اسمع، ما سؤالي عن انه استهدفه كيف؟ برضو اطلق سراحه. طيب، نحن صدر قرار زي ما قلت لك من وكيل نيابة أول بإطلاق سراحنا، وإذا عملت لنا كل الإجراءات بتاعت الضمانة، كل إجراءات شنو؟ إجراءات الضمانة إذا عملت لنا، وحق بكرة يجوا أهلنا يستلمونا، خلاص يرسلوا يستلمونا. فويد صالح اتصل برئيس النيابة المختصة وطلب منه أنه ما يطلق سراحنا ويرجع تاني للشاهد المفترى المؤلفين اللي اسمه عماد الحواتي ده، الجنهر في المحكمة وقال كلامي ده كله كذب وملوني ليه، يرجع تاني عنده إضافات زيادة وكلام زيادة وكده، علما بأنه وجدي صالح ما حقد تكون عنده صلة. لا، لكن أنت عرفت كده، أنا خليها عشان ما نكون اختلاق على الرجل. ما حولك دليل، أنا عرفته، بس أنا عرفته بطريقتي، عرفته منه اللي اتصل، وعرفته قال شنو، يعني عنده شهود على اللي صدي. طيب، فوجد صالح تدخل سافر لإيقاف إطلاق سراحنا. هو بالأمس كان على هذا الكرسي وقال إنه أبدا لم يتدخل في أي حبس أي شخص.
الشرطة وهذه مسؤولية النيابة وهذه مسؤولية الأجهزة العدلية. لا لا ما خلاص الدليل دخل ما بقولك الدليل شنو، لكن هو تدخل وهو يعرف أنه تدخل. هذا الكلام ما يدل على سلوك، يدل على فكر سياسي عندهم. الدليل على ذلك شنو؟ الآن قحطي مقدم ورقة للعساكر التفاوضية من صفحتين، ورقة التفاوضية مع العساكر من صفحتين. في الورقة بتاعتها دي عندهم طلب، طلبين خطرات جدا، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ده مش كلام كويس؟ كلنا نحن ضد الاعتقال السياسي. قال وإسقاط التهم الجنائية. إسقاط التهم شنو جنائية؟ يعني هم بيطلبوا من برهان كسلطة سياسية أن يسقط التهم الجنائية، يعني يتدخل في عمل النيابة بصراحة، يعني بصراحة ورقة مكتوب فيها قوة عن حرية التغيير. بيطلبوا من السلطة السياسية قد يعنوا المختلقة. لا ما قالوا التهم الجنائية مختلقة، ما مختلقة يمشي يسقطها بالطريقة الجنائية. قانون الإجراءات الجنائية ده عنده طريقة لإسقاط التهم الجنائية. كونهم يطلبوا من برهان إسقاط التهم الجنائية وبرهان سلطة سياسية، دي ورقة، دي مثلا ورقة دي بتدين إدانة شديدة جدا. المطالبة يعني بالعفو العام حصلت قبل كده في تاريخ السودان، حتى تم إسقاط بعض القادمين. هم اللي تقول أنا عفو عام، أنا مجرم عفو عني، هم ما قالوا كده، قالوا إسقاط التهم الجنائية. أنا دار أسأل وجدي صالح القانوني، هل قرأ المادة 2 من قانون النيابة؟ المادة 2 من قانون النيابة تقول جهاز النيابة جهاز مستقل لا يخضع لأي سلطة وإنما يخضع للقانون فقط. هل قرأ وجدي صالح ذلك؟ هل قرأ وجدي صالح المادة 26 التي تحدث عن قسم النائب العام وقسم وكيل النيابة أنه يكون مستقل وما يخضع في عمله ده لأي سلطة ثانية؟ البعض أيضا يتساءل عن الثروة التي يمتلكها دكتور محمد علي الجزولي بالمقايسة مع سنه، من أين حصل عليها العديد من مراكز التدريب التي رأسها، العمل في شيكان، ويتحدثون أيضا عن استثمارات موجودة كانت على النيل، مقاهي وإلى آخره، من أين حصلت على هذه الأموال؟ طيب انتهيتي من سؤالك؟ مين قال لك محمد علي الجزولي عنده ثروة؟ راجل ساكن في بيت بالإيجار، ده كله كذب ده. مين قال محمد علي الجزري عنده ثروة؟ أنا اشتغلت في مركز تدريب عالمي وأنا مدير فرع هنا في السودان براتب شهري 10,000 دولار لمدة 5 سنوات، براتب شهري 10,000 دولار. ما هو المركز؟ اسم المركز؟ مركز المعالي التدريب والاستشارات، عنده فرع في لندن، عنده فرع في ماليزيا. نين لقصة المنتجع ده؟ أنا مستغرب من قوة سياسية حقوقية تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان. زول بيمشي عادي كمواطن سوداني، بيأجر له مكان، بيأجر وما بيشتري، بيأجر له مكان على النيل بإيجار، إيجار 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 ما شري يعني ما ملكي، ويمشي يصدقه في وزارة الاستثمار، وزارة الاستثمار يصدقوا له ويجيبوا المهندسين يقول له خلاص أبني، ويقعد يبني 6 شهور، 6 شهور يبني تعبان يبني، ويتدين من الأسمنت ويتدين سيق ويدخل في شيكات وقصة، وتجي السلطة الحاكمة تدمر له المكان ده كله. 6 شهور أنا شغال فيه، تجي كله تجرف له. الناس بدأ يتكلموا عن ظلم المجرف، يتكلم عن أنه زي تجرفوا لك ليه؟ جرفوا لك ليه؟ ما قرار متأسفي، أنا كنت مستهدف اقتصادي من قبل الإنقاذ. أنا عندي شفت أنا في البيزنس ده ما عندي رأس مال، لكن عندي أفكار اقتصادية، لو رفعت حجر كده بقدر أطلع من تحته ذهب. طيب عندي افكار اقتصاديه، عملت فكره اقتصاديه متعلقه بالتمويل الاصغر اللي ربحت منها قروش كفكره، بس كفكره اخذت تمويلات من بنوك سودانيه. اخذت تمويلات من بنوك سودانيه؟ لا ما اخذت، ما ولا مولت من اي جهه ولا في بنك دائر من 10 جنيه. طيب دي واحده، بجيب انا افكار، ببيع افكار، افكار بطور اعمال. انت عندك مشروع جيبي لي انا بديك فيه ابتكارات تطور العمل ده كيف بتفكر. كلنا عندنا افكار يا دكتور بلا اموال، لكن لا لا انا ببيع الفكره ذاتها. دي هنا الشطاره، هنا تعال علمك ليها كويس. انا ببيع الفكره ذاتها بقروش. ايضا الحديث عن الدكتوراه المنحوله لدكتور محمد علي الجزولي كما يقول الاخرون. انا فقط اسئلتي عبر ما هي الجامعه، ما هو المشرف الرئيس لهذه الدكتوراه؟ طيب طيب الجامعه الاسكندنافيه المفتوحه، ودي برضه قلتها 500 مره. طيب المشرف كان منو عشان الناس تقول تعرف؟ اسمه عمرو نبيل لبناني. عمرو نبيل لبناني هو عميد الكليه ذات بتاعت الهندسه النفسيه في الجامعه الاسكندنافيه. طيب فقمت قلت لهم يا اخي انتم حسوا، قلتوا ما في قصه زي دي. حسه ثاني بكرر الكلام ده قدامي حسه، والناس حاضرين برنامجي ده. اي زول يطلع موبايله، طلع موبايله يفتح جوجل،
فتح جوجل يكتب الهندسة النفسية، حق كليات وكتب ودراسات، كيف تقول ما في؟ فده يدل على أنه زول جاهل، يعني زول يعني الزول اللي قال الكلام ده زول جاهل يعني. دعينا نتحدث أيضا عن هنالك أزمة سياسية حقيقية الجميع يعترف بها، ليست أزمة ثنائية فقط ما بين قحط ألف والعسكريين، ولكن أزمة عامة ومتناسلة وتحتاج إلى حلول. عندما أتت المبادرة الثلاثية وقبل أن ينفض السامر كنت أيضا ضد هذه المبادرة، وتحدثت حديثا يعني ما أقدر أقول كلمة قاسية، لكن كان فيه قسوة تجاه فولكر بالذات، وإنه شخص استعلائي لا يعرف تاريخ وجغرافية السودان. البعثة الأممية أصلا بتستثمر في الأزمة، أصلا بيكون في مكان فيه مشكلة هي بتمشي لتستثمر فيه. إحنا كنا جايين ليه واقعين أصلا في المشكلة وفي الأزمة؟ إحنا سقطنا ما أصلا أي دولة سقوط جمعي يا أستاذة، أي دولة فيها أزمة، السودان ده من 56 ليلة فيه أزمة ما حصل مرة استدعينا بعثة أممية. لكن يا دكتور الجزور أنت ما يعني هذه بدعة قحطاوية، الإنغاز دكتور الإنغاز استبدادية يجب أن تسقط، الوثيقة الدستورية هذه يجب أن تسقط، المبادرة الثلاثية هذه استعلاء يجب أن تسقط. طيب يحصل شنو؟ يرد السلطان للشعب هو يختار حكومته. يا دكتور الشعب، الشعب ده أصلا يعمل انتخابات في شعب في العالم ما عنده سياسيين عشان يقودوه. دارجيكي أنت مع نظرية الفوضى التدميرية؟ دارجيكي معلش لإجابتك بتاعت الفولكر دي بالذات. طيب يعني أصلا عندنا موقف مبدئي من البعثات الأممية دي ومن فلسفة الأمم المتحدة دي ذاتها، وأنها مشروع احتلالي وأنها قايمة على أساس غير ديمقراطي، وفي خمسة بس عندهم حق فيتو، والخمسة دي سكانهم ما يساووا عشر سكان العالم. ده موضوع تاني طويل داير محاضرة عميقة جدا في القصة دي. خلينا في النقاط السياسية. وبعد كده اعترضنا أصلا على البعثة ذاتها، على البعثة من الأول، أن البعثة دي ما عندها اختصاص قانوني. كيف ما عندها اختصاص قانوني؟ القانون الدولي أصلا قضيته أن يعالج المشاكل بين الأشخاص الدوليين ما الأشخاص الوطنيين. يعني الجيش السوداني ليس شخصية وطنية، قحطي اسمها شخصية وطنية، ما القانون الدولي ما بيجي يعالج بين ديل الاثنين. هذا ليس اختصاص القانون الدولي، ده ما كلامي أنا، دي المادة 2 الفقرة 7 في القانون الدولي نفسه. طيب البلد دي مش فيها رئيس مجلس سيادة ارتضى بفولكر، مش كان فيها رئيس وزراء وارتضى بفولكر، مش فيها أحزاب الحرية والتغيير ألف وباء وكانت مرتضية بفولكر. يعني ما أنا في فكرة إنه أنت يعني هدم جميع المعابد هدمة. ما طيب كيف يمكن أن نخرج من النفق المظلم؟ يا أستاذة كونهم يرضوا ما بيرضوا ما بدي المسألة دي مشروعية، كونك انت ترضى ولا ما ترضى ودل على انه كلامنا صح. يعني كان رئيس مجلس السياده قبل بفولكر ده وقحتي هي ورطتنا في فولكر ده، الان ثبت انه فولكر اس الازمه. كيف امبارح انا اتكلمت في القصه دي قلت حزب الامه، واذا كلامي ده غلط يمشي فولكر ده يشتكيني. حزب الامه دار يجي يشارك في الحوار، فولكر ده مش دار يعمل حوار. حزب الامه رسل الفريق الصديق يشارك في الحوار، فولكر ضرب للسفير اللبناني قال لا اضرب لبور مناصر قال اسحب الزول ده. اذا هو داير حوار بس الموقف ده بس، خلينا اي شيء ثاني. طيب الاتحاد الافريقي احد اضلاع الثلاثيه صح، قال انا في جلسات بتاعت لجان فرعيه، الجلسات دي ما فوق شفافيه، ما فوق صدق، ما فوق امانه، ما فوق حياد، احنا ما حنشارك فيها. الاتحاد الافريقي اتهم فولكر، ما ده الاتحاد الافريقي. ولذلك نحن بنطالب بالاتي: حوار سوداني سوداني بثلاثه شروط. الناس العقل الراشدين القابلين يقعدوا مع بعض، دي يقعدوا مع بعض ويتحاوروا، يصلوا الرؤية، يقدروا رؤيتهم للعساكر، يدوروا بعد 18 شهر، احنا بنتكلم عن 18 شهر بس، كل جوطتنا دي فاتت 18 شهر يدورون كيف؟ لما تيجي علينا 18 سنة وين قاعد نناقش في 18 شهر ندورهم كيف يعني؟ بالضبط كده. طيب، بس السودانيين اللي قبلوا يقعدوا مع بعض، ما أنت في النهاية الأب الصلح ده شنو؟ مغلوب مش؟ الناس اللي عندهم إرادة مشتركة لأنهم داروا يتصالحوا دي يقعدوا مع بعض. بعد ما يقعدوا مع بعض يتحاوروا يشيلوا حوارهم دي ويودوه للمؤسسه العسكريه يقولوا احنا اتفقنا على كده، دوروا المرحله الانتقاليه بهذا التصور اللي اتفقنا عليه. اقدر اديك دقيقه فيها تلخيص هادي اكثر متزن اكثر مرسل للشارع السوداني بجميع اطيافه وامزجته ومراعاه الجرحى ومراعاه الشهداء ومراعاه اسرهم، فما هو المخرج بكل سهوله وبكل يسر وفقا لرؤيتك؟ يدفع الشباب ديل اللي ما منتمي لي ولا منتمي لاي جهه حزبيه ثانيه، يدفع في اتجاه مرحله انتقاليه بحكومه كفاءات وطنيه مستقله غير حزبيه تدير العمليه الانتخابيه. بعد كده احنا كناس كاحزاب ننزل، وهم ذاتهم الشباب ذلك دار ينزلوا كمستقلين ينزلوا. بالله الرؤية دي هل في أرشد وأحكم وأعدل منها؟ أنا ما قلت أنا أبقى بديلا،
انا ما قلت ابقى بديل. في ناس زي بيقول لك احنا مشكلتنا مع قحط السلطه، احنا ما قلنا بقونا بديل لقحط، ولا نبقى الحاضنه السياسيه البديل الان لقحط. الان لا. استاذ مثلا محمد الفكي سليمان يتحدث عن تهيئه مسرح سياسي سوداني خالي من الاحزاب وخالي ايضا من العسكريين، حكومه تكنوقراط فقط، وان ينصرف جماهير الاحزاب الى بناء نفسها وصولا الى صناديق الاقتراع. دي رؤية كويسة، بس اللي يثبت عليها وتكون حق الطوع لحرية التغيير. على العموم الجميع لا نتهم نواياهم، فقط التقديرات قد تكون مغايرة ومختلفة. جميعا نتمنى لهذا البلد العظيم جدا أن لا نكون أحد المعاول لهدمه، وأن نستطيع أن نبذر حتى لو بذرة صغيرة جدا لنمو شجرة حتى ولو نكون ثمارها. شكرا جزيلا دكتور محمد علي الجزولي على الصبر وسعة الصبر نسبيا. شكرا جزيلا.